عبد الله ياسين والفاول لصالح ذئاب الجبل. لسه الهجمه، لسه العرضيه الخطيره والرص والهدف. جول جول جوه جول، ولكن حكم اللقاء حكم المباراه روقه. ادي العاده براتاليا، ادي العاده براتاليا. بص العرضيه حلوه ازاي، وعلى طول ارتقاء براسيه ثم التلفه من العرضيه. اتلعبت حلوه قوي قوي من الباك الشمال احمد عبد العزيز، وفعلا تسلل موجود، تسلل مرمى الان لصالح المقاولين. ادي العاده براتاليا، بص العرضيه حلوه ازاي.